لبيك ما أحلى النداء مشنفا نسكا بديعا بكرة وأصيلا في الناس إبراهيم أذن فانبروا لبي النداء من استطاع سبيلا وتزودوا من خير زاد عندهم تقوى ولو زاد الحجيج قليلا حج الحجيج لربهم تهليلا والجهو بقلوبهم تبتيلا سروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تحكي خيام من عذوبة جمعهم وحديثهم وسؤالهم تسهيلا والشمس ظل حين طابت روحهم والضيق وسع يستفيض جليلا يتلذذون برميهم وبمشيهم نحو